إلا كنتي من بعد تناول أي وجبة كتحس بصداع الرأس، غازات، آلام في البطن أو انتفاخ في البطن أو إحساس بالجوع بسرعة أو العكس، أو كان عندك قبض أو كانت عندك حساسية جلدية أو غيرها، أو كانت الطاقة ديالك منخفضة وما كتحسش بالخفة والحيوية، أنا متأكدة بأن هذا الموضوع غيهمك بإذن الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم من عيش طبيعيا. سعيده بلقياكم مره اخرى فيديو جديد، ونتمنى يا رب تكونوا على احسن الاحوال ودائما كتسمعوا معنا في عالم التغيير من اجل الرجوع الى الاصل. اليوم ان شاء الله نطرقوا لموضوع التجانس الغذائي اللي كينتظروا العديد منكم، واليوم غادي نطرقوا السلطه فيما يخص التجانس الغذائي. قبل ما نبداو نتكلموا على السلطه، خصنا نعرفوا علاش خصنا نتكلموا على التجانس وما هو التجانس. التجانس بكل بساطه هو ثقافه غذائيه اللي كان كيعيش فيها الانسان القديم، كان بها كيعرف شنو خصو ياكل، في اي موسم خصو ياكل، وباي مقدار خصو ياكل، وفي اي وقت من اليوم خصو ياكل. يعرف بهذه الثقافه الغذائيه شنو هي المواد الغذائيه اللي خصو يجمعها مع بعضها في نفس التحضير، وباي مقدار خصو يجمع هذه المواد الغذائيه. كيعرف كذلك بهذه الثقافه الغذائيه كيفاش يطهو التحضيرات ديالو، وعلى اي درجه حراره، وكم من الوقت، يعني شحال ديال الوقت خصو يحتاج هذا التحضير، هذا الطهو ديال التحضيرات ديالو. كان هذا التعريف ديال التجانس بكل بساطه. والان علاش خصنا نتكلموا على التجانس؟ كما كتعرفوا الان بان جميع المشاكل الصحيه كتبدا من الهضم، من المعده والامعاء ديالنا. في السابق كنا كناكلوا بدون ثقافه غذائيه، يعني بدون ما نحترموا هذا المبدا التجانس اللي غنتعمقوا فيه باذن الله. كنا كنخلطوا الاكل، الاكل ديالنا كان معقد، جد مركب في التحضير ديالو، ما كنعرفوش كيفاش نطهو الاغذيه ديالنا، يعني كيفاش نطيبوها، وفي اي وقت ومن اليوم خصنا ناكلو، وفي اي موسم خصنا ناكلو. يعني كانت واحد العشوائيه مطلقه عندنا في التغذيه ديالنا على جميع المستويات. وهذه العشوائيه وهذا عدم احترام هذا التجانس هذا كيعطينا نتائج جد وخيمه على الصحه ديالنا اللي كتنطلق منها الامراض. وهذه العشوائيه هذه كما قلت عطاتنا نتائج اللي لخصتها لكم في ثلاثه ديال النقط. اول نقطه مهمه هي باننا منين كنخلطوا الاكل وما كنعرفوش شنو كناكلو وكيفاش كنوجدوا الاكل ديالنا، الاكل ديالنا ما كيتهضمش بطريقه سويه، يعني بطريقه صحيحه، وبالتالي الجسم ديالنا كيتطلب طاقه. اذا النقطه الاولى هي بان كتكون طاقه كبيره ملي ما كنحترمش التجانس، ومنين كناكل بدون ثقافه غذائيه كتكون طاقة كبيرة من أجل الهضم. الجسم كيبغي يحتاج طاقة أكثر ووقت أكثر باش يهضم هذا التحضير هذا اللي عطينا عليه بدون احترام التجانس. وكيأدينا لهذه النقطة الأولى، كتأدينا للنقطة الثانية بأننا هاد الأشياء اللي كتحتاج وقت طويل وطاقة كبيرة من أجل الهضم، يعني كتبقى في انتظار بأنها تهضم، كتخمر وكتعفن في الجهاز الهضمي ديالنا، يعني في الكرش ديالنا المكونات كلها كتخمر. كتعرفوا بأن في المعدة ديالنا والكرش ديالنا فيها حموضة، والحموضة ومع الحرارة ديال الجسم كتخمر، بحال شدينا شي تفاحة ولا شي خوخة وحطيناها في الحرارة غتخمر وغتعفن وغتعطي واحد الريحة، هي اللي منها كيجيو الغازات الانتفاخات. وحتى الناس كاين اللي كيشتكي بأنه كيحس بالحموضة كتطلع ليه من الأمعاء ديالو. يعني الاصعب من هذا الشيء كامل بان كما كنعرفوا بان الهضم ديالنا هو تفاعل، احنا كلنا عباره عن تفاعلات كيميائيه، وبالتالي هاد التفاعلات الكيميائيه اللي كطرا ما بين اشياء اللي خلطناها، يعني سواء في الوقت ولا في طريقه الطهي ولا في يعني خلط المكونات مختلفه، كتنتج عليها يعني بواسطه التفاعل الكيميائي عناصر جديده اللي اصلا هاد التفاعل ما خصوش يكون، يعني ما تبرمجش عليه الجسم، ما خلقوش الله باش يعطينا هاد التفاعل هذا. وبالتالي كتعطينا كما قلت عناصر جديده اللي ما كيعرفهاش الجسم، كيسميوها العلماء بالبيروكسيدات، حنا ما غرضناش بالاسماء باكثر ما غرضنا بان نفهموا كيفاش هاد الاشياء كتمر في المعده ديالنا. دونك هاد العناصر هذه هي مسمومه سامه الجسم ما كيتعرفش عليها، وبالتالي جوج ديال الحوايج كينتجوا عليها، بانه اول حاجه ما كيكونش امتصاص، يعني هاد الاشياء حنا يعني كناكلو باش نمتصو، والدم ديالنا هو اللي كيمتص الاشياء اللي كتفاعل، يعني التفاعل الطبيعي هذا السوي، الانسان اللي كيكون في ثقافه غذائيه سويه، ملي ما كنكونوش كنحتارمو التجانس
هاد التفاعلات اللي نتجات على عدم احترام التجانس ما كتنتصش، يعني ما كتنتجش عليها تفاعلات صحيحه، يعني ما كيكونش امتصاص، يعني لان خلطنا شي حاجه كتكبح ولا كتحبس الامتصاص ديال حاجه واحده اخرى، او لاننا يعني ان شاء الله غنتعمقوا في هذا الشيء، ما كيكونش الامتصاص يعني بصفه عامه. والاصعب من هذا الشيء هو ان هذيك العناصر اللي تكونت بالتفاعل يعني الخاطئ كتسرب للدم، ومن ثم كتبدا الالتهابات، يعني كتعطي انذار للجسم بان كاينه شي حاجه في الجسم اللي ما كيعرفهاش وما خصهاش تكون. واليوم على غدا وشهر على شهر وسنه على سنه عام على عام هذيك الالتهابات كتكثر. حنا ما حدنا ما كنردوش البال لهاد الالتهابات هذه وما كنعطيوهاش يعني اهميه، يعني بحال ملي كتجرح كتنتفخ لك داك البلاصه، كتحمر كتنتفخ وكتعاد كتسخن. هذا هو المفهوم ديال الالتهاب، يعني مش كنقربوهم بالسطوليكم، ومن ثم كتنطلق الامراض حدث وحرج بكل يعني انواعها واسمائها. ثالث نتيجه لعدم التجانس هو عدم الامتصاص، لاننا ما كنستافدوش، يعني كنكونوا كلينا ولكن ما كنستافدوش، يعني عطينا اشياء ضاره للجسم ديالنا، تسربات بهذيك المواد السامه، والاكثر باننا ما كنمتصوش، وبالتالي كنضيعوا الاكل والمواد الغذائيه اللي حضرنا، لاننا ما كنكونوا ما استفدناش من الاكل ديالنا في التحضيرات ديالنا المعقده والمركبه واللي تخمرت في الامعاء بطبيعه الحال. والان سنمر لتحضير سلطه باحترام مبدا التجانس. غنشوفوا شنو هي المكونات اللي خصنا نحضروا فيها وكيفاش خصنا نتناولوها وفي اي وقت خصنا نتناولوها. قبل ذلك غنشوفوا شنو هو الدور ديال السلطه اللي كنفهموا الانسان القديم اللي كان كيتعامل مع الطبيعه. دورها هو جوهري ورئيسي، يعني بكل بساطه كتهيئ المعده، يعني كتوجدها وكتعلمها يعني بان هناك غيكون طبق موالي مطبوخ، يعني بان السلطه في الاصل كانت كتستعمل طازجه يعني حيه بها انزيمات هضميه بها محفزات على الهضم للطبق الموالي اللي كيكون مطبوخ. السلطه ما كتاخذش وقت، ما كتاخذش طاقه ولا مجهود من الجسم باش تهضمها لانها كتكون حيه. خصنا نعرفوا بان كل ما كان الطبق يعني مطبوخ ومطهو كل ما كانت هناك حاجه للجسم من طاقه ومجهود ووقت وانزيمات اكثر لهضمه. الحاجه ديالنا للسلطه كتكون اكثر وضروريه ملي كيكون الطبق الموالي به بروتينات سواء نباتيه او حيوانيه، او به يعني حبوب يعني ستارش كالبطاطس كسكس او غيره او باستا او غيره، يعني كنحتاجوا انزيمات باش نهضموا هاد التحضيرات كامله اللي تكلمنا عليها. بطبيعه الحال السلطه القاعده عندنا في تحضير السلطه هي الثقافه الغذائيه للانسان القديم، وكنشوفوها من المنظور العلمي، يعني كيفاش العلوم زكات هاد التحضيرات هذه التقليديه. قبل ما نشوفوا التركيبه والتحضير صحيح للسلطه غنشوفوا الاخطاء اللي كنا كنوقعوا فيها في تحضير السلطه والمزج والخلطات اللي كنا كنركبوا بها السلطه ديالنا. اول خطا كان هو خلط الخضر الطازجه مع الخضر كتكون مطهوه يعني مطبوخه. كما عرفنا سابقا بان كل ما كان الطبق مطهو كل ما كيحتاج طاقه ومجهود، يعني خاصو انزيمات هضميه خاصو محفزات للهضم، وبالتالي مزجها في نفس طبق السلطه كنستافدوا من داك الخضر الطازجه فقط باش نهضموا داك الخضر المطهيه، وما كنكونوش غادي نقدروا نستافدوا منها بالنسبه لهضم الطبق الموالي. ثاني خطا كنا كنوقعوا فيه هو خلط البروتينات سواء نباتيه او حيوانيه كالبقوليات القطنيه عدس فول حمص او يعني بيض دجاج سمك كالتونة او غيره مع السلطه، وحتى النشويات يعني كالارز او القمح او غيره. هنا كنكونوا ما كنستافدوش من السلطه لان كيكون الهضم
ثقيل، فقط حنا غادي نهضموا داك الاشياء المطبوخه اللي ضفناها مع السلطه، وبالتالي كيكون الهضم عسير لان بدينا الاشياء ثقيله في الهضم، وحنا ما عرفناش الطبق الموالي كي غيكون، واش فيه خضار، واش فيه بقوليات، واش فيه قطاني، واش فيه سمك، واش فيه لحم، واش فيه دجاج، يعني ما عرفناش فيه شنو فيه، او فيه فقط خضار طاجين يعني نباتي. وبالتالي كتكون هذا المزج هذا ديال المسبق مع السلطه كيكون ثقيل الهضم، وكيسبب حتى يعني في الاشياء اللي تكلمنا عليها في الاخطار، عدم احترام التجانس في اول الفيديو. كان هذا الخطأ الثاني. الخطأ الثالث كان هو المزج ديال الفواكه مع الخضر في السلطة، يعني كنا نعملوا البرتقال، الموز، وحتى يعني الفواكه الجافة، يعني مجموعة الفواكه عندها يعني طاقة وما تحتاج طاقة كبيرة بالأحرى، وعندها هضم يعني يسير جدا وخاص، والخضار عندها تركيبة خاصة وعندها هضم خاص بها، بالتالي المزج ديالها، وكتكون يعني كيكون بعض المرات زيت في التحضير، كيكون يعني مجموعة من الإضافات في السلطة، يعني كيكون كل هذا يعني واحد المهرجان ديال المواد في السلطة اللي كيعطيه فقط ثقل بالنسبة للهضم، كياخد فيه طاقة ومجهود بالنسبة للجسم، وبالتالي ملي كتجي الوجبة الموالية ما كنستافدوش منها، وكيتكون يعني فقط اختلالات اللي تكلمنا عليها وتخمرات وتعفنات في الجهاز الهضمي كما تكلمنا في أول فيديو. الخطأ الآخر اللي كنا كنوقعوا فيه في تركيب السلطة هو يعني الصلصة، يعني الصلصة باش كنا كننكهوا بها، الا بغينا نقولوا السلطة كانت مجموعة من الأشياء يعني الغريبة عن الثقافة الغذائية للإنسان القديم. كان مثل المايونيز مثلا اللي فيها بيض يعني كيعطيها فقط ثقل في الهضم، او ما يسمى بالكيتشوب اللي فيها سكر او حتى العسل، لان كل هذا المزج هذا يعني ما كيتناسبش مع بعضياته، وكيزيد فقط في ثقل الهضم وعسر الهضم سواء للسلطه او للطبق الموالي. كذلك كانت بعض التحضيرات مثلا من الفواكه الجافة كاللاوز، يعني صلصات من اللاوز او غيرها او فواكه اخرى، يعني كل هذه الصلصات فقط كتثقل لنا وكتصعب لنا الهضم، سواء بالنسبة للسلطة كسلطة او بالنسبة للطبق الموالي. وبالتالي الخلاصة اللي نقدر نخرج بها من التشكيلة الخاطئة للسلطة هو اولا بانها خصها تكون سلطة طازجة، يعني ما طيباش غير مطبوخة، وكذلك خصها تكون بدون فواكه، الفواكه كتكال لوحدها، وغنشوفوا التحضيرات ديالها الخاصة في فيديوهات لاحقة بإذن الله. ما خصش يكون فيها كذلك حبوب أو نشويات مثل البطاطس، الأرز، القمح أو غيره اللي كيكون مطبوخ، أو كذلك ما خصش يكون فيها بروتينات حيوانية أو لا نباتية، يعني لحوم، بيض، سمك وغيره. والأهم من هذا كله هو بأن السلطة الطازجة خصها تكون تستهلك قبل الأكل، يعني ضروري وإجباري، ليس مع الأكل ولكن قبل الأكل، يعني كناكلوا السلطة هي الأولى كنبداو بها، وكنتظروا يعني كتغير لمدة الانتظار أو الهضم ديالها من دقائق، يعني بعض الدقائق على حسب الحجم السلطة والمكونات السلطة وهضم الجسم لكل انسان بطبيعه الحال، يعني كيكون فقط واحد الوقت وجيز اللي ما كيتعداش بعض الدقائق، على احد اقصى 30 دقيقه، وبالتالي كنمروا للطبق المطبوخ بطبيعه الحال. كخلاصه نقدروا نخرجوا بها بالنسبه لتحضير صحيح للسلطه هو اولا بان خص تكون بها خضار طازجه او ورقيات اللي كيكون عندها الياف ناعمه، يعني سهله في المضغ والهضم، والا كنستعنوا بعمليه التخليل وكندخلوا مخللات في السلطه. ثاني مكون يقدر يكون فيها بصل او ثوم او هما بجوج، لان كنعرفوا بصل والثوم من المحفزات والهاضمات للاكل. ثالث مكون هو التوابل والاعشاب المنسمه اللي غابت على تحضير السلطه ديالنا المعاصره. كما لاحظتوا في الفيديوهات السابقه باني حضرت معكم سلطات يعني بتنكيهات مختلفه، كرويه، كمون، كركم، يعني الخرقوم البلدي او الزنجبيل او القسطره اليابسه، يعني فقط نجربوهم يعني وكنولفوا بان ندخلهم في السلطه
منها كيعطيو نكهه كل مره كنكهو بتابل واحد، يعني التوابل كتكون مطحونه وكنستافدو لانها كتكون من العوادم. كندخلو كذلك القرفه، جربوا القرفه في السلطه وردوا عليا الاخبار باذن الله، انا متاكده بانها تعجبكم. والقرفه يعني من العادمات القويه بطبيعه الحال. الاعشاب المناسبه كذلك كتكون عندنا مطحونه او محكوكه جيدا في اليد باش كنقدروا نستافدوا منها اكثر. اولهم الزعتر، وما ادراك ما الزعتر، اللي يعني قوي ومحفز قوي في الهضم. عندنا كذلك مردوش، عندنا يعني مجموعه من الاعشاب المنسمه، عندنا مثلا في هذا الموسم عندنا الاعشاب النعناع البري اللي كنسميوه حنا عندنا بتيميجا، كذلك عندنا اللي كنقطعوه على شكل يعني بحال القصبره، عندنا النعناع الصوفي ما يسمى بالنعناع العبدي، عندنا كندخلوا كذلك القصبره، البقدونس، يعني كل هذه الاعشاب المنسمه كندخلوها، اما اللي كانت طازه يعني خضراء كنقطعوها، اولا كانت جافه كنحكوها او نطحنوها. رابع مكون هي كاينه استثناءات لبعض الفواكه في السلطه مثل الطماطم لانها تركيبتها خاصه وكتكون حامضه. عندنا الافوكادو كذلك عنده تركيبه خاصه لانه كيكون دهني شيئا ما، وعندنا كذلك التفاح لانه عنده تركيبه خاصه وكتكون بحموضه كذلك، الى جانب الصفرجل الغني عن التعريف. السادس مكون اللي نقدروا ندخلوه في السلطه هو البذور اللي كتكون مطحونه او مستنبته بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل قويه في الهضم. هنا غنخص بالذكر الحلبه اللي من البذور اللي بديت فيها انا عندي في رحله التغيير، الحلبه اللي كنستنبتوها وكنستعملوني كنستعملوا بذور مستنبته فقط، يعني التركيز ديالها كيكون مرتفع، يعني كان فقط كندخل واحد اربعة او ستة الحبات في طبق سلطه كيكون كافي. الاستنبات كيكون يومين او على الحد اقصى ثلاثه ايام فقط، يعني ما كنفوتوهاش وكندخلوها في السلطه ديالنا، ولا يعني فقط مطحونه يعني ربع ملعقه مثلا مثل الحلبه. مثلا عندنا زرعة الكتان نديرو ملعقه صغيره الى جوج معالق صغار، عندنا النافع وحبه حلاوه والنافع او اليانسون والشمره كذلك هادو مطحونين يعني ربع ملعقه ربع ملعقه، يعني فقط قدر بسيط يفي بالغرض، منه كيعطينا تنكيه ومنه يعني كنستافدوه من العظيمات وفيه مكونات قويه كتساعدنا على امتصاص السلطه، المكونات اللي في السلطه والامتصاص بالنسبه للطبق الموالي كيكون مطبوخ. سابع مكون عندنا هو اللي استثنائي كذلك بالنسبه للبقوليات، هنا اخص بالذكر العدس اللي كيكون مستنبت، يعني اليومين او ثلاث ايام على الاكثر، هو احسن يعني من البقوليات اللي كنقدروا نستعملوا في السلطه، ولكن كننصح بانه من الافضل حتى تتقوى يتقوى شيئا ما الجهاز الهضمي وبعد ذلك نقدروا نستعملوا به في السلطه ديالنا. اخر مكون هو الصلصه اللي كيعطينا يعني كنبلوا داك السلطه ديالنا. والاشياء اللي كانت كتستعمل في القديم هي داك الثنائي، اما حامض يعني ليمون او قليل من زيت الزيتون، او عوض الليمون يعني الحامض كان كيتستعمل الخل بطبيعه الحال، الخل الطبيعي ماشي الخل اللي عرفنا هنايا في السابق. في عوض الخل انا كنستعمل خل المخللات، يعني كيعطي نكهه وكيعطي يعني سرعه في الهضم سبحان الله للسلطه، وقليل بطبيعه الحال من زيت الزيتون اللي كترفع من امتصاص السلطه بطبيعه الحال. نتمنى هذا الفيديو يفيدكم باذن الله ويكون محفز من اجل الاهتمام بالتجانس الغذائي اللي كانت اهميته كبيره بالنسبه ليا في مشوار التغيير وقلب يعني موازن الهضم بالنسبه ليا والاسره ديالي 360 درجه. نشكركم على المتابعه ونضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو اخر مع تحضير اخر وموضوع اخر من التجانس الغذائي لديكم الحين. ما تنسوا الشعار ديالنا دائما مع التغيير دائما نعيش طبيعيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.